القناة الإلكترونية. هذا صراحة واحد يعني تقدم كبير في المجال الحقوقي في المغرب، لأن في السنوات الفارطة ما كناش كنعبروا على يعني ما يخالجنا من أفكار. وشكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم المهنيين. غير بالنسبة للدعم هذا، يعني صراحة أنا أعتبره واحد الحل ترقيعي، فهمتي ولا لا؟ من الحلول الترقيعية، لأن هذه المبالغ المالية اللي دخلت الميزانية تقريبا واحد 10 الملايير ديال الدراهم اللي دخلت من أجل أننا ندعموا المهني، هذا دعم ترقيعي، وكتعبر على أن الحكومات هذه اللي تقلدات المناصب الحكومية يعني ما عندهاش واحد سياسة استراتيجية من أجل معالجة القطاع هذا. أولا كنشكر بعد الحكومة على هذه المبادرة هذه، ولكن عندنا حنا مشكل دابا، كاين السائقين اللي خدامين في الطوموبيلات، ودابا الدعم يخرج بسميت الطوموبيل، يعني لا خص السائق المهني اللي تيخدم راه ما يستافد حتى شي حاجه، وربما تكون مبادره من مكتب التنقيط لاخر الناس اللي خدامين في السيارات هما اللي يكون لهم واحد النصيب من هذا في هذا الدعم هذا. وكان ناشد الناس الاخر اللي عند في السيارات ديالهم الملاكين يهتموا شي بالسائقين ديالهم. بالنسبه لهذا الدعم اخويا، بالنسبه لهذا الدعم هو في الحقيقه خصو يستافد منه السائق اللي كيشتغل، السائق الممارس اللي تيشتغل، ولكن بحكم ان الدوله خصها تضبط الامور ديالها عطاته العربه، لان العربه ماتريكول واحد رقم واحد ديال المأدونية، هنا تيبقى باش تحد وتضبط الامور ديال الدعم. المشكل اللي وقع دابا واللي تيتسائلوا فيه السائقين، هذا المستغل وهذا المعلم الشكاره اش غايدير مع السائق اللي تيشتغل معاه؟ لان اللي خصو ياخذ الفلوس هو السائق اللي كيشتغل في ذاك السياره. غادي شي يوصلني الدعم علاش؟ الدوله اللي بغات هكذا، حيت انا اللي كندير المازوط، ما كيديروش مول صاحب السياره، كنديرو انا، وانا اللي خصني نستافد من هذا الدعم. علاش غيستافد السيد تياخذ روسيتو تياخذ مسائله؟ علاش غيستافد من هذا الدعم؟ راه السائق المهني هو اللي كيدير المازوط، هو اللي خصو يستافد من هذا الدعم هذا. هادو دابا كفكره، هذه الدوله بغات دير لنا الفتنه ما بين السائقين وما بين المهنيين ومستغلين. وبان هذا القطاع غير مهيكل، وبالتالي ما كاينش شي طريقه باش يستافد الشيفور السائق المهني او السائق سياره الاجره. فكنلاحظوا بان الاكثريه كيقولوا بان اللي غيستافد هو مول الطوموبيل، يعني اللي عنده سميتو كارت كريز. القطاع ديالنا فيه رات اللي ماشي متشابه، شي عنده عقد نموذجي، شي عنده مول الكريمه ميات، شي عنده يعني كاين بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لهذا الدعم هذا كانوا خصهم يوجهوا للسائق المهني مباشره، لان السائق المهني ملي كيسالي الخدمه ديالو هو اللي كيدير المازوط من جيبو، اما مول السياره المستغل ديال السياره كيعرف غير الروسيطه ديالو، كيطلع المازوط كيهبط، كيعرف غير الروسيطه ديالو كتوصلو في العشيه. ولهذا كان خاصهم هذا الدعم هذا يوجهوا للسائق المهني مباشره.